gentlemen, it's the moment that we're here for. The announcement of the awards and the winners of the Al-Ru'ya Business Awards 2019. Seventh category, أفضل شركة تأمين, Best Insurance Company, والفائز بهذه الفئة شركة مسقط للتأمين. Many congratulations, Mascot Insurance Company, the category of Best Insurance Company. تأسست الشركة في عام 1995 وهي إحدى أكبر شركات التأمين في السلطنة, وهي شريك موثوق لدى العملاء, لديها نظام إدارة تأمين شامل, وموقعها الإلكتروني مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية. نقول مبروك لشركة مسقط للتأمين حصولها على أفضل شركة تأمين في عام 2019.